ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. ضيفي الكريم، بعد التحية، كيف تابعت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية؟ طبعا زيارة بتأتي في توقيت شديد الأهمية، بتشهد فيه الساحة الدولية حالة من الاضطراب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واضطراب أسواق النفط والغاز، وبكل تأكيد هناك أيضا مخاطر من تصاعد وتيرة فرض العقوبات، مما قد يؤثر على أولا أمن الطاقة بصفة عامة، وده في صلب الاهتمامات المصرية السعودية، وكذلك يعني أمن الخليج بصفة عامة، خاصة وأننا أمام يعني منطقة البحر الأحمر بأمنها الاستراتيجي وارتباطها بقناة السويس وبخط المضايق اللي بتعبره أساطيل عسكرية وإمدادات تجارية كبرى، يعني أمام مشهد دولي شديد التعقيد والخطورة والتصعيد، يحتاج الأمر تشاور بين العاصمتين الأكبر والأهم القاهرة والرياض جناحي الأمة العربية، حيث يجب أن يستقر القادة ويناقشوا رؤى مشتركة كيف يمكن مواجهة المشهد الدولي الحالي، خاصة وأننا في منطقة الشرق الأوسط عرضة لتصاعد وتيرة العنف في أوروبا، وكذلك يعني العقوبات المتصلة باستيراد النفط من روسيا. اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بيتكلم عن وقف استيراد النفط الروسي، وروسيا بتهدد بقطع الغاز والنفط عن أوروبا اللي بتستفيد ب 60% من استيراد النفط من روسيا و 30 إلى 40% من استيراد النفط أيضا من روسيا، أي أن هناك حاجة أن تتباحث الدول العربية الرئيسية حول كيف يمكن مواجهة مخاطر الأوضاع الحالية في السوق الدولي، كذلك يعني تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور الثنائي حول المرحلة القادمة وأجندة المنطقة العربية وأمنها وقمتها المنتظرة، كلها أمور حتما كانت محلا للنقاش بين السيد الرئيس والعاهل السعودي. نعم، السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.